والسلام عليكم ورحمة الله. حيم يا مرحبا يا متابعين جراسيك بارك. على فكرة أنا نزلت بس مطعم وانتو مع هذا مطعم رفيق وين صار رفيق. بس كيف اكتبوا ريستورانت الحين؟ ريستورانت ولا تسألون رفيق سوينا سبايسي فود. انزل الحين لازم اضيف شيء مهم في اللعبه. اللعبه والله فنانه صراحه راح صراحه فنانه. وين رينجر ستيشن نحط يا جماعه الخير؟ رينجر ستيشن انا سويت شوي شغلات بس برا البث يعني 400,000 على رينجر ستيشن. انا راس خاطئ راس مالي 300,000. لحظه خلنا نشوف الثاني بكم. 400,000. اوكي هذا شو الفايده منهم؟ الفايده منهم نحن شو بنسوي؟ بنسوي ريسبلاي فيدرز اللي هو ليش سلامات. لحظه انظروف اوتبوت خلينا نشوف حصلنا حل بدائيا. هل ما داني في المانجمنت؟ اوكي يعني خفيف سوينا حل. توتال افاليبل باور 7 مو مشكله. سويت شويه ابجريدز هالسوالف. انا باور كونسبشن 10 انا ما انتبهت. انا حاطه في بالي 5 6 7 باور كونسبشن مش 10 يعني الصراحه يعني 10 اوفر. الحين لازم احاسب اللي عقبه ما ابني بعد على طول لانه محتاجين فلوس والانكم مالنا تعبان والله. انكم مش لنا ذاك الزود. انا سويت شوي شغلات الحين برويكم اياها لان هذا يجهز. بس خلي هذا يجهز برويكم انا ايش سويت في الجينات. شوي صرت لعبت في الجينات. انزين مبنى يشتغل. امبتي ابجريد مونو ابجريد. تنت سكن. اجيب نبا. كله مسكر. جيب 2018 بعد شيء. رينجر تيمون درايف فيهيكل ات تاسك. اباهم شو يسوون؟ ريسبلاي حق منو؟ سلكت هايلايت تو هيل ديناصور. ما اقدر. شو السالفه؟ ليش مره مسوي كليك عليهم؟ رينجر تيم مرة ما دق عليهم كليك. هذا بق ولا شو ولا سالفته؟ باور اوتبوت اتش باور ستيشن اوتبوت سينمونت باور نتورك. اوكي فهمنا. اوكي سويناها. اروم اسوي اد نيو تيم يا حبيبي. صبر وش خل تيم ون نقدر نحط. خلنا نسوق شوي. انزين عند بريك تيك فوتو. اوكي ممتاز. خلنا نسير وين ندخل نحن وين؟ هاي الشارع مالنا يعني نحن بنسير هالصب. خلنا نستكشف الحديقة. والله فنان الجرافكس. شوفوا كيف يوم نزلنا تحت. Operation Profit Morgan is good shape but keep up. بسوي فاينس ما بسوي. لحظة في زوم بعدي. والله زوم. كل 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 خلنا نصورك حبيب. بعد هذا كله شو اسمه هذا كم species reputation penalty 700. وين الصغار مالي؟ ايوه كفو صورة.
قال كف الصورة قال شوفوا وهم يعيشون بسعادة وهناء، ها هم الديناصورات في عالمنا الجديد. الحين قام يخالفني وايد اشوف. ابى اصوره في الوجه انا، ابى اصور عيونه. والله ما في صورة حلوة عندي الصراحة. بلا المخالفة تزيد، بلا كومبوزيشن ومنه. خلنا نصير نسوي ريسبلاي. لا 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 تزعل لا تزعل. كيف يسوي ريسبلاي؟ ريسبلاي كومبليت. اوكي انا لازم اروح اسوي اكستوماتيك الحين. ريسبلاي كومبليت. الحديقة الروعة. صفر ولا درهم. زين كيف خليهم ياخذوا فلوس اكثر على الصور؟ كومبوزيشن ويركض. والله انهط الرعاية. ما عندكم سالفة ما تعطوني عليه فلوس. زين الاثنين ويا بعض. ونبي ندير الراديو مسوي له ازعاج. يا عمي نصابين يا عمي. وابوك رمى خضره. بس ايش الفايده بخضره؟ مو بخضره. زين خلنا نطلع. زين الحين لازم نستكشف كيف نقدر نحط التاسك. قال لي لفت كليك بس مو يصير. التاسك يمكن لازم نوظف حد ما ادري. خلنا نستكشف. خلي ارد بركنا مكانه بس. اهم شيء ما ادوس حد. اوكي اهم شيء ما ادوس حد. اهم شيء. انزين اديشنال ابجريد. ما عندنا ولا ابجريد. نحن ما اظن فتحنا ولا ابجريد حق هاير. غالي اصلا الابجريد. بس الحين يوم اسوي رينجر تيم اد تاسك. ليش ما يضيف لي تاسك؟ يقول لي لفت كليك سلكت. اي كانت سلكت. سلكت ذا هاي لايتد سبجكت ان ذا وورد. اوكي حلو. يور تاسك از فل. اوف السيارة الوحدة بس تسوي شغلة واحدة وخمسين ألف على سيارة جديدة. زين إذا أعطيه الشبك مينتنس هيل ديناصور ريبير بروكن بيلدينج ايتيمز. ما كان له داعي اصلا هذا. الثاني اللي اشتريته ما كان له داعي. هو الحين بدينا نعرف. خلينا نروح الكنترول روم. نيكم على ريسيت بيلدينج ابجريدز انكلوزرز. ما نبغى انكلوزرز الحين. نبغى بيلدينجز الحين. وزرز كان تي شيرتس. نبغى تي شيرتس الحين. محتاجين السوالف. محتاجين ندخل فلوس والله. فاينانس بريك داون. ما يعني صراحة ما منه فايدة. يبالا شكل لون. يبالا قرضا حسن. هاي شو اخباره؟ ما منه فايدة. ما نقدر نسوي له شيء بعد. زين
أبغى أضيف حظيرة جديدة هني، بس شو مشكلته؟ شو مشكلته؟ هلا أبوي شو مشكلته؟ أظني بحتاج كلوجرز 200,000. زين الحين مو عندنا 200,000، شو بنسوي؟ كم مال 40,000؟ اوكي مال 40,000 ابغى اجيب جفت شوب، وجفت شوب على الاكزت هني بيكون، والناس طالعه، بس في ناس قامت تمشي ترى في الحديقه. شوفوا ابو الناس وهي طالعه شو تسوي؟ تشتري ثياب، ما عندي بعد وايد كهرباء، فلازم يكون ريال محترم. 120,000، وابا خل هذا يكتمل بس. بور شو اخباره؟ بور اظن اخباره مو طيبه صراحه. بيو ريسيرش انكيوبيت، يقول لي سكسفول انكيوبيت، يعني انكيوبيت ديناصور. نحطي حبة مهني الحين. شو سوينا نحن هنا في الجينات؟ جيت هني طلع لنا شيء جديد. شوفونا نايل، شوفوا هاي مع هاي. اوكي انا شو سويت؟ ابلاي هني حق كوزمتك، هذا الشكل بيكون، هذا حق العمر، عمره اطول. شوفوا عندي هني اللايف سبان ماله يزيد كم يعيش الديناصور. ريزيلينس ما اعرف بالضبط شو يسوي، لكن سويت له موديفيكيشن. فبننتج الحين انكيوبيت من واحد معدل جينيا جديد من الاخر، وبنسوي واحد هني. شو السالفة هني؟ نت كونكتد نو سب ستيشن. لحظة خلنا نوصل كهرباء هني. لحظة لازم سب ستيشن، مو بهذا. نايس، قلت شو المفروض يشتغل الحين. كفو شارع، يلا سير اشتروا من عنده. انزين ريليز ديناصور، بس بسوي الثاني بعد انكيوبيت ديناصور موديفايد جينوم جينات. خلينا نعدلها، ما في شيء معدل على الديناصور هذا. فيه ريزاليانس، شو زاد عندي؟ زاد ريزاليانس ونزل الفايبلتي ورفع الريتنج. عندنا هني شو يسوي له؟ لايف سبون بس ينزل فايبلتي، مو مشكلة. بناخذ هذا وهذا، قدنا ماخذينه خلاص. هذا ما عندنا كوزمتكس، ما في موديفاي جنوم، لا تو اكسبنسيف تو موديفاي. شو السالفه؟ في شيء عندي غلط. او ماي جاش، سيك سيك ديناصور اون يور هاندز، تايم تو تريد ات اور وات كمز نيكست ذاتس غانا بي اون يور هاندز از ويل. التاسك نو بروبلم، خليه يروحون يعالجونه. يستوي ادخل السيارة؟ ما بدي درايفر، بشوف شو يسوي بس. ايوه خلنا نطالع شو يسوي. يو اول ديناصور مريض عنا في الحديقة. سيروا سيروا ساعدوا، سيروا ساعدوا. هذا لا واقف طالعني، كسر الدنيا ولا ماشي. خلنا نشوف اول ديناصور مريض. يا سيشرد لا تشرد. اهجم عليهم. روح تعبان هذا. عالجه
نايس نايس. المفروض يرجعون الحين صح؟ بيرد ولا ما بيرد؟ تصير ارجع ارجع. خلنا نطلع ديناصورات، خلنا نشوف اللي جيت شو لونه. اوب 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 اوب، تخطيط غير، هذا تخطيط سوبر ديلوكس، تخطيط سوبر ديلوكس حبيب. والله مضبوط، بسميه سوبر ديلوكس، هذا سوبر ديلوكس. بس سولف سولفون والله، كفو عليكم والله، تبي تسولفون شوفوا لونه غير. هاي شو شو وضع هذا؟ social population life span، وين في life span؟ وين comfort؟ مرتاح؟ اهم شيء انك مرتاح صديقي، ما انت مرتاح انا مرتاح. زين خلينا نشوف ديناصور ثاني معدل جينيا، نسوي له هاتلينج. انكيو بيت 185,000، يبون الفقر هذيل 74,000. تعالوا صح، خلينا نحط لنا جفت شوب على الطاير لان هذا يجهز. ما في فلوس؟ زين نبغى فلوس، زين نبغى فلوس، كيف ترتيب؟ ما عندي جفت شوب انا، ابغى فلوس. الموضوع لان كان موضوع طويل الصراحة. اوكي مو مشكلة، فلوس بتينا ما عليه، فلوس بتينا. بس خلينا نشوف هذا من يجهز، بيكون وقت الحلقة خلص اصلا بعد. اظني بسويكم اكثر من حلقه بس اليوم. شو اخباره الريستوك؟ اظني بيعطيني ورنينج اذا نزل مستوى. زين ابا مكان يشوفون العالم، عالم وين تمشي؟ عالم بيجون من هنا؟ لا بس يسد الاثنين، يسد الاثنين للحين ياس ياكلون منه ولا مفتكرين يعني مكفنهم، فما له داعي اني اسير اسوي هذا. وين اسير سنتر؟ وين كنترول روم؟ في وايد شغلات الواحد يسويها في الجيم هني شوي يضيع. انكلوجرز كوست 200,000، جيناتك ريسيرش والانكريز ذا اتاك اند ريزيلنس اوف ذا ستريت من ناتشرال ريزيلنس. لا ما بسوي ميديكال تريتمنت للحين، مو عندنا المرض هذا. فشو بنسوي؟ بنصير اكسبيديشن سنتر، بنطرش انه بفوس جديد. هني في فوس جديد حلو، خلي يروح هذا مهم الحين. ونبى الفوسل فيو فوسل، شو عنده فوسل هذا جديد 10,000. نبى هذا، ها شو في هذا؟ ما في ديني براي بيع. نبى اكسترا ديني 5,000. هذا هاف كم سوينا؟ 10,000 كنا سوينا صح. خلنا استرك ديني، جهز صديقنا ريليس ديناصور نفس الشكل لكن يكون احسن شوي، يعني جيل مطور جيل عقب جيل. يعني هذا نسميه كفو. اسميه بوبي، هذا شكله اليف الصراحه. شو هذا؟ ميكين جريت سيلز نيد ان كيبيت تو هاتش فور ذيسر. دايناصور ذن وي ويل نو اف اور افورتس ويل هاف بين ورث ات. اوكي اهم شيء دخل فلوس ترى، ومن دخل فلوس كله مو منه فايده. ايوه هاي اللي بسوي لهم مكان بروح، هاي المكان مره بروحهم. لحظه الحين عندنا فلوس حق جفت شوب، خلينا نحط جفت شوب. جفت شوب هذا كله على الطلعه ابانا. في 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 مكان
في مكان في مكان في مكان شارع وين حتى شارع سيدة ما في مجال غير سيدة أصلا ما في مجال غير سيدة أهم شيء يزيد الانكم مالنا الصراحة لأن الانكم الحين تعبان بعدين الأبكيب ماله وين expenses 10,000 20,000 10,000 انكم أوكي ممتاز دام ان الكوست مالنا خفيف والربح عالي نعم احنا ممتاز شغلنا ممتاز ها شو وصلوا هاي المهمة هما ديناصور جديد خلنا من الحين نجهز له على اساس شو يكون جامد شو اسم الديناصور الجديد انكيوبيت هذا 54% حلو وايد حلو الحين بزيد بعد بس غالي هذا نسويه مو برخيص والله صراحة مو برخيص ابدا ابدا مش رخيص بيو ريسيرش نبا ما باب كوست انفنتوري سبيس ما نبا الحين اكيرسي هذا نبا تم ساعتين ونص لين ندقه وان هت شو يستهبل شوف القفت شوب هذا والله حليو القفت شوب اشكالهم حلوه صراحه بس ابغى انفورميشن زياده بس ما في بس الناس اللي يشترون ثياب اكثر من جراسك بارك يبا صوره تسوى 5000 وين اطلع له صوره تسوى 5000 سكسس ريت هذا نحن سوينا ريسيرش قبل يزيد سكسس ريت 1% كل وحده تكلفني 20,000 بس ورث 1% هني يفرق وياي يعني بالنسبه لي انا يعني اقول 1% يفرق وياي بصراحه هذا استوى 60% المهم هاي كانت حلقتنا اليوم استوى عنا اول ديناصور مريض وفريقنا خاتم نشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته